عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحه. ان شاء الله راحكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات غندير لكم واحد الخبز اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي مقرمش وكيجي لداخل هشيش ومحمر وكيجي احسن ديال المخابز الف مره. زوين زوين بزاف، بدون درك بدون تعب، ساهل كيوجدوا بسرعه، كيجي واحد اللون وواحد المنظر وواحد المذاق اللي ما نقولكمش. ساهل في التحضير، بقاو معايا وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. مخرج عليا بلايك الا عجبكم طبيعه الحال، وتبارطاجيو مع الاصدقاء اللي حبش ينفع. اذا كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا وفرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير، المقادير يعني بسيطه عاديه بالنسبه بحال المقادير ديال الخبز العادي، ولكن غير الطريقه كتجي واحد الخبز اللي كيجي زوين وكيجي زوين بزاف احسن ديال المخابز. عندي هنا 300 مللتر ديال الماء الدافي، ما يعادل 2 كيسان الا ربع. عندي ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الفوريه او خميره ديال الخبز، ما يعادل 11 غرام. ملعقه صغيره ديال الملح وعلى حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال السكر. عندي هنايا الدقيق، في الاخير غادي نقول لكم شحال غادي يهز ليا. كنجيب واحد الاناء كندير فيه هاد 300 مللتر ديال الماء اللي كيكون دافي، كنضيف لها السكر والخميره صافي. دابا غنضيف الدقيق، دقيق مغربل، غنضيف هذاك الملح وغادي نجمع العجينه. دائما الدقيق شويه بشويه، كتخلطو كتضربو هكذا بهذه الطريقة. هاد الخبز راه ما كيتدلكش ولكن راه كيجي رائع. العجينة خصها تكون شوية مرخوفة، غادي نزيد غير قليل من الدقيق. كتدخلو الدقيق وكتضربو هكا العجينة، طبعي غادي نضرب هكدا واحد دقيقة ماشي بزاف. ملي كتضربوها شويه هكذا كتجمع لكم، ما تبقاش هكاك كتلصق بزاف يدي. ملي ضربتو هكذاك واحد نصف دقيقه كنزيد واحد المعلقه ديال الزيت، ديروا زيت العاديه او زيت الزيتون انا كندير. صافي ملي درت هذاك الزيت غنضربو هكا واحد نصف دقيقه، غادي نكمل هذيك الدقيقه كما قلت لكم. كتضربوا هكذا غير واحد دقيقه حتى كتدخل فيه هذاك الزيت، كيرجع العجينه كترجع لينه، فقط غير كتدخل فيه هذاك الزيت. صافي كما كتشوفوا ملي كتدخل فيه هذاك الزيت كيولي هكذا لين وكيولي رطب بحال دلكناه، وراه ما دلكناش، غير ضربتو هكذا غير واحد دقيقه كما قلت لكم. راه تقريبا وقفت كاع الفيديو. صافي دابا غادي نضغط عليه هكذا وغادي نغطي، غادي نخلي حتى يختمر ضعف الحجم ديالو وغادي نرجع معكم. صافي العجينه ديالي ملي اختمرت وضعف الحجم ديالها، ضروري خصها تختمر مزيان باش كتجينا كيجينا الخبز ناجح. كنرشو سطح العمل بالدقيق، كنحيد العجينه، كنخرج منها داك نهرج منها داك الهواء، كن بحال اللي كنطويها هكذا. كنضيف الدقيق، ما تخافوش من الدقيق لان العجينه خفيفه. صافي دابا غادي نقسمها
تغسلوهمش ديروا عبر واحد ولا كديروا غير عينكم ميزانكم. انا درت غير ثلاثه، نديرهم شويه حجم متوسط. نتوما الا بغيتو ديروهم صغار تقدروا ديروا أربعة خمسة. صافي كنكوروهم هكذا، كنرشوا الدقيق. صافي كندير الدقيق قاسة العمل وكنبسط هاد الكويره بهذه الطريقه. صافي كتشدوا العجين هكا وكتضغطوا عليه، الطريقه ديال الكومير او الباكيت. صافي كنشدو هنايا، ملي كنوصلو للطرف كنسدو هنايا مزيان وكنرشو الدقيق باش ما يتلصق ليناش. صافي كنرقو شويه غير هكا الاطراف وكنديرها في السني ديال الفران. غنكمل معكم هذه اللي بقات، كتبسطو هكا عند الكويره، كتبسطو هكذا وكتشدو العجينه كتطويو وكتضغطو هكذا حتى كتوصلو للطرف. ملي كتوصلوا كتضغطوا هكا مزيان كتسدوه. كندير القليل من الدقيق باش ما تلصقيناش وكنقلبها كنرجعوه لتحت. صافي كترقوا هكا شويه هكا الاطراف. صافي كنديرها في السني وغادي نغطي حتى غادي يختامل وغادي نرجع لكم. ملي كيختام العجين كتخليوش يختام اكثر من القياس باش ما كيضيعلكمش. كتجيب واحد الموس اللي كيكون ماضي مزيان او السكين، كتقطعوه مع هكا مع الجن، كتقطعوه مزيان كديروا شويه ديال الدقيق الا مبغاش يقطع لكم. الفرن كتسخنوه مزيان. انا بالنسبه للكهربائي غير كنشكل العجينه كنديرو يسخن باش خصو يكون سخون مزيان باش كتجينا العجينه زوينه. او الخبز كتقطعوه هكذا، خصو يتقطع مزيان. صافي كدهنوه بشويه ديال الماء هكذا غير في الشتاء، ولا الى عندكم داك البخاخ اللي كيرش الماء كيكون احسن. باش كيجينا الخبز محمر وكيجي مقرمش. غادي نرش عليه قليل من الدقيق كتزين. ملي رشيتو هكا بالدقيق غنديرو في الفران على 250 درجة حتى يطيب وغادي نرجع معاكم. هما البنات الخبز ديالي ملي خرجتو من الفران كيجي أكثر من رائع، كيجي محمر ومقرمش ما نقولكمش، واحد قرميشة واحد محمر وغزال غزال. الماد كيمشطو راه ساهل، ما فيه لا تعب لا والو، وكيوجد بسرعة وكيجي ألف مرة أحسن ديال المخابز، كيجي زوين بزاف. غادي نقطع لكم شوفو كيجي من الداخل، كيجي روعة البنات. غادي نقطع لكم كيجي البنات، كيجي خفيف الخبز وكيجي مقرمش. الا بغيتو يبقى طري بزاف ملي كتخرجوه من الفران كتغطيه واحد المنديل كتخليه واحد 5 حتى 10 دقائق كيبقى لكم رطب بزاف. غادي نقطع لكم تشوفوا البنات هنايا، شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع. تقولوا راه دلكناه ويعني بزاف وسهل، كما شفتوا راه ساهل. شوف كيجي البنات اكثر من رائع، يعني ما فيه حتى شي صعوبات ولا شي حاجه. كيف البنات كيجي مقرمش. غادي نزيد نقطع لكم، شوفوا البنات كيجي مهول داخل وعلى برا مقرمش، غزال غزال البنات. جربوه هذيك اكيد غادي يعجب لكم. وكيجي ساهل، كيجي الف مره محسن ديال المخابز، كيجي خفيف ولذيذ بزاف وساهل فتح لك كما كتشوفوا، كيوجد بسرعه ما فيه لا تعب لا والو. حاجه اللي كنديروها في الدار عارفين شنو كنديروا فيها، ماشي بحال اللي كنشريوها من الزنقه. يعني ما نستغناوش على شي حاجه ديال الدار. نتمنى تجربوا يعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم. وما تبخلوش عليا باللايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب باش تعم الفائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خير. حتى الفيديو اخر ان شاء الله وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.